انا عندي كذا سنه بحب الاجتماع من زمان انا من منطقه شعبيه انا عندي كذا مشكله انا البيت عندي دايما خناق ومشاكل على اسباب ودايما ضغط وستريس وبقيت دايما عصبيه ومش عارفه اعمل اي حاجه ترضيهم ودايما لو بعمل اي حاجه في حياتي دايما اللي متحكمين فيها ومتدخلين فيها ومفيش اي خصوصيه نهائي اعمل ايه انا تعليما مش احسن حاجه انا معايا اعداديه كل اللي بيتقدم لي عرسان اكبر مني في السن بكتير ويا اما مفيش تعليم خالص يا اما بكتير ابتدائيه وماديا اقل مني انا تعبت ومش عارفه اعمل ايه المهم انا اتعرفت على شاب من السوشيال ميديا وهو عنده كذا سنه يعني اكبر منها تقريبا بشويه وخادم في الكنيسة ومتعلم تعليم عالي دايما بنتخانق على أسفه الأسباب وأنا كنت دايما عصبية معاه وهو ما استحملش العصبية سيبنا بعد فترة ورجعنا كل مرة بنرجع كان في حاجة بتنقص من رصيد محبتي في قلبه تجاهي وآخر مرة بعدنا عن بعض شفته صدفة واتكلمنا لمني كالعادة والمفاجأة أنه خطب وقلت له أنت إزاي تعمل كده وزي احنا بنحب بعض قال لي انت اللي عملت كده وانت اللي بالعصبيه بتاعتك واسلوبك خليتيني ابعد وانا كنت مجبر على الخطوبه والدتي هي اللي اختارتها لي وانا مجبر لو هنرجع استحملي لحد ما فشكل الخطوبه ونرجع وربنا يسهلها وانا بحبه ومش عارفه انساه وانسى اي حاجه حلوه كانت بينا ونفسي يبقى ليا ويكون من نصيبي هو أحسن حد دخل حياتي هو بيحب اجتماعك ويسمع لك بص يا بنتي في أكتر من حاجة ولازم أتكلم بصراحة أول نقطة لفتت نظري إن هو بيقول إن أمي اللي أجبرتني على دي شخصيته هو فين اتنين أمه اللي أجبرته إن يتخطب لواحدة مؤهل عالي زي مؤهله خلينا واقعيين هل هتقبل لما يقول لها واحدة معاها إعدادية؟ يبقى أنت بتحرجي نفسك وأمه هتقول لأ وهيسمع كلام أمه لأن ما عندوش استقلال مادي أن يضحي بكل حاجة نمرة اتنين أنت عندك مشكلة خطيرة قوي وهي مشكلة العصبية لازم تتعالج روحياً نفسياً بأي صورة من الصور لأن أي راجل في الدنيا بيتعرف على واحدة وبيكتشف في التعارف والخطوبة أن عصبية بيركب طوق النجاة ويخلع الدبلة ليه؟ يقول إذا كانت بالعصبية دي من غير أولاد ومن غير مسؤوليات بيت أما لما تتجوز هتعمل فيها إيه لو طبخت لي طبخة ولا الوضع عيط وما نامهاش بالليل فالرجالة بتخاف قوي لأن هم عندهم شبح بيخافوا منه اسمه النكد أنا بكلمكم بجد فلما البنت بتكون عصبية she loses points هتقول ما أنا بشر أعمل إيه لحم ودم لا ده في جهاد روحي وفي جهاد نفسي وفي تدريب وفي قصة كتير قوي لأن هو أوريدي سابك ليه سبب عصبيتك كل مرة بتتعصبي عليه بتقولي كنت بخسر جزء من اهتمامه بيا ولمني جدا على العصبية وبعدين فكرة إن واحد يكون ملبس واحدة دبلة ولا استني عليا لما فشكل وانت ترضيها انت ترضيها على نفسك ده بره الكود الأخلاقي بره كود الاخلاق احنا مش بنتكلم حتى على وصيه مسيحيه هنا احنا بنتكلم على عرف طب ذنبها ايه اللي خطبها وفرحت وجابت فستان وتصورت وورت للصور بتاع علشان واحد وبعدين انا شاعر ان مفيش تكافؤ خالص بسبب فرق التعليم مش بقلل منك يا بنتي بس لازم نكون عندنا عقلانيه ان اهله مش هيوافقوا على الاعداديه ممكن ده يكون حافز ليكي انك تشتغلي من منازلهم وتاخدي ثانويه عامه وتدخلي كليه انتساب الفرصه ما راحتش بس طول ما انت مزنوقه في الاعداديه يا هيجيلك يا اعداديه يا هيجيلك دبلوم يا هيجيلك واحد ابتدائيه فما تلوميش الناس او ما تلوميش حظك انت طوري من شخصيتك وطوري من ظروفك على مستوى العصبيه وعلى مستوى التعليم لو امكن بس يا بنتي يعني أقصد ما تتعشميش يعني لأن الموضوع شكله مش هيمشي